ربنا ليه؟ سماه ليه؟ لدكتور مرسي في الدولة دلوقتي، حضرتك رأيك الأداء إيه بصفة عامة؟ أداء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله أكبر، صلي ونبي كمل. أوكي. طب في مكان بسيطة؟ رأي حضرتك في الحكم دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رأيي في الحكم الآن أنه حكم يخاف الله ويحترم القانون، الذي حرمت مصر منه سنوات طويلة. كل يكون هناك حاكم يخاف الله وحاكم يحترم القانون ويحب شعبه، هذه عملة نادرة في هذه الأيام. حكام مصر اليوم حكام يحبون الله ويحترمون القانون ويحبون مصر، مبادئ عامة. خدت بال حضرتك؟ وأنا من وجهة نظري أن أي إنسان يحب مصر يجب أن يعمل لنهضة مصر، يعمل لإنقاذ مصر إن كان فيها حاجة، يعمل يعني زي ما تقول لتوسيع دائرة العمل الجاد، من صحافة، من أمن، من قضاء، من كذا، الذي يحب مصر، لأن هناك موازين ثابتة لا تختل لكل هذه القضايا. القانون له ميزان، الاقتصاد له ميزان، المعارضة لها ميزان، كل شيء في الحياة له موازين وله قيم وله مبادئ وله تقنين. فأنت لما تحب بقى يعني تعرف الواقع، حط الميزان وشوف يعرض عليه. هل محمد مرسي النهاردة رئيس الجمهورية يعني ما يعرفش ربنا؟ هل بيخالف القانون؟ هل بيضرب الشعب؟ طبعا رجل يخاف الله وبيحب ويحترم القانون ويحب شعبه. كل ما يقال غير كده بقى نحط عليه علامة استفهام. ليه؟ طب ومن وجهة نظر حضرتك ليه؟ اهو وجهة نظر انهم ضلوا الطريق، لان لما اجي استعمل الحرية لها ضوابط. حرية بلا سقف، مصر الآن حرية بلا سقف، لأن مفيش قوانين بتحميها. أما يجي مجلس الشعب هيعمل قوانين تحمي الحريات. خدت بالك؟ لما أجي أدي حق التظاهر، أمري لك حق التظاهر، ولكن التظاهر ده مش له ضوابط ولا مطلق كده يخرب ويعمل. أنا بقى مع الضوابط. اي عمل يخرج عن نطاق الضوابط بقى عمل تخريبي، سواء كان فكري او سياسي او اي شيء، لان الله سبحانه وتعالى خلق الكون وعمل له موازين قوانين. ولذلك حينما يعني جعلنا بشر، ما سابش البشر كده يعني، لما حط لهم قواعد قوانين يتعاملوا مع بعض ازاي، يعملوا كذا ازاي، واللي يخالف يبقى ايه؟ ياخد عقابه. انا يعني من الوضع انا ارى امامي مستقبل باهر لمصر، لان حكامها اليوم حكام يخافون الله ويحترمون القانون ويحبون الشعب. حضرتك وصلنا يعني تاريخك مع الجماعه من اول ما تاسسها لغايه دلوقتي. رأي حضرتك طموح جماعة الإخوان إيه في الفترة الجاية؟ ليس لنا طموح إلا إرضاء الله عز وجل. نحن أصحاب مبادئ وأصحاب قيم، أصحاب مين؟ مفصل. نحن مش ناس غوغائيين، نحن ناس لنا جماعة مخننة، جماعة لها مبادئ ولها
لوائح ولها قوانين ولها أهداف ولها مشروع. احنا بكل اللي همنا احنا طب المشروع ده عبارة عن ايه؟ خدمة مش مثل خدمة الإنسانية كلها. هذا المشروع لخدمة الإنسانية. نعمل هذا المشروع لخدمة هذا المشروع لتطبيق هذا المشروع. هذه أهدافنا ولغاياتنا. ملناش حاجة يعني شخصية ولا مؤقتة لا. طب رؤية الإخوان يعني مساندة الدكتور مرسي في الفترة الجاية. دكتور منا ونحن منه. تمام. انتبه حضرتك. طب هو تاريخه مع الاخوان وصلنا لا من شوف في فرق بين واحد منك واحد بقى رئيس جمهورية مش بقى رئيس الاخوان رئيس مصر كلها. رئيس الاخوان يا ابني اكبر من رئيس الجمهورية. معنى انا رئيس الاخوان في العالم كله. مصر دي حتة صغيرة. رئيس الاخوان مش مشغول مشغول بمصر على القدر بتاع حجمها وقدرها ومكانتها لانها مشغول بالعالم كله. محمد مرسي مشغول بمصر هو رئيس مصر خدت بال حضرتك ومصر دي فيها اخوان وغير اخوان. الاخوان في مصر عبقى دي كده 90 مليون لما تشوف الاخوان لا خدت بال صحيح منهم رئيس انما مش هم الشعب كله. الشعب أكبر من الإخوان وأكثر من الإخوان. ولذلك لما محمد مرسي بيجي يعمل بيشرك كل الناس بيجيوا مستشارين من كل الأطياف بيكون مساعدين من كل الأطياف وبقدر نجاحه في إن هو يشرك معاه كل الأطياف بتاعت المجتمع هيكون موفق إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. طب حضرتك طلعت على كتاب سليم معرفة بتاع دكتور ثروت الخرباوي؟ لا 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 اتطلع على المفسدين والفاسدين والكذابين والمجرمين. طب. هذا انسان انا اعرفه انا لا اعرفه ولكن يقول كلام لا ينطق الا الكذب يعني ولذلك انا لا اقراه ولا اضيع وقت معايا فيه. وكل هؤلاء الاشكال لا قيمه لها عندي خدت بالك لان الذي يحترم نفسه لا يذكر الاخر الا بخير او يصمت. طب. إنما عمال يكذب يا ريت بقول كلام صح فعلا عمال يكذب وانا انا ما اعرفوش وما احبش اعرفه الناس تقرا له والصحافه تدمن له مش عارف ايه والصحافه تجيبه لانها صحافه عليها علامه استفهام. صحافه مصر صحافه مشبوهه. انا كنت في الخارج حزن ان يكون هذه صوره مصر في الخارج شوهوا صوره مصر. لكن مصر عظيمة يا ابني مصر برجالها ونسائها وحضاراتها وتاريخها بلد عظيمة جدا. يجي شوية كذابين ومنافقين ويدعون انهم اعلاميين لا ليس هذا الاعلام كما قلت لهم هنا في هذا المكان لبعض رجالهم الاعلام مهنة عظيمة مهنة شريفة مهنة مهمتها كبيرة جدا انها تأخذ بيد الشعب الى الخير الى الامل. مهمة الصحافة يعني توجيه يعني الأمة إلى الخير تشكيل وجدان الأمة مش التهريج الكذب والنصب. تبص تلاقي الصحافة كلها دي الخبر عمال يشنع يبعث الناس هنا عشان يشتموا في الإخوان ويجيبوا معاهم صواريخية ويقول لك كذا يعني يروحوا يعني هذه ليست الصحافة. هذه عبارة عن بؤرة فساد وستنتهي لأن كل سوى تخرج خدت بالك كل سوى تنتهي. طب كملهم ده جايبينه منين يا صديقي؟ لا أدري لأن لغاية النهارده وجدت إن 6 مليون مليار و200 ألف ده ميزانية يصرفوا 6 مليون ونص 6 مليار ونص جابوا منين؟ دي علامة استفهام. أنا أعرف إن الأجهزة عارفة ولكنهم من صبرهم وحسن إدارتهم لا يريدون أن يبيحوا بهذا لا يريدون أن يبدلوا فرصة عشان يتلموا ويبدلوا فرصة عشان يعودوا إلى الله ويعودوا إلى العالم. قلنا في الإعلام كثير متصدر الدكتور كمال الهلباوي كذا حد منهم شوف هقول لحضرتك حاجة طب ليه بيهاجموا جماعة هم لا 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 محمد الهلباوي هذول الأفراد يا ابني خدت بالك
والفتنة لا تؤمن على حي. أنا حضرت الإخوان المسلمين من الأربعينات، يا ما حصلت فتن، خرج السكري وخرج من معه، أين السكري واللي معه؟ 53 خرج كبار الإخوان كلهم طبعا رجعوا تاني، إنما طلع كبار الإخوان عشماو على الغزالي على السنة دي فصلوا كلهم رجعوا تاني. وأين الإخوان المسلمين؟ خمسين يا ابني ناس أصحاب رسالة وأصحاب مبادئ وأصحاب تنظيم، تنظيم الإخوان المسلمين تنظيم عالمي في مرشد عام، في مكتب إرشاد، في مجال الشورى، في مكاتب إدارية، في مناطق إلى آخره. كل هذا الجهاد الضخم يدار بالشورى. طب هما استنى بس قدام الشورى. فلما فمن أراد أن يخدم هذا الدين وهذا الوطن وهذه الجماعة تحت هذه المظلة مرحبا بي، ومن أراد أن يخدم الدين والوطن خارج مرحبا بي، ليس لنا له إلا أن ندعو له. طب هما لو حبوا يعودوا للجماعة تاني هل مرحبا يعودوا؟ هو ده الغزالي رجع وسيد سبيل رجع وعشماء وجيه والدرجة كل الناس رجعوا للجماعة بتاعت فترة يفيها حظ نفس فبيخرجوا. شوف كلام الخطيب العظيم وهو في قرار فصله بيقول ايه؟ بيقول هؤلاء الاخوة الكرام مش هتمهم لم يتوافقوا معنا في سياسة ادارة الجماعة، فعليهم ان يخدموا هذا الدين بالاسلوب الذي يرونه، مش هتمهمش ما كان فصل من قدر هم طلعوا شتموا نمهمش. هذا هي اخلاق الاخوان واخلاق الاسلامية كما الهلباوي ابني هديله فوق دماغه يعني متخافش يعني ملح الباب. تيجي محمد حبيب الذي ظل نائبا لي 6 سنوات نائب اول عضو مكتب ارشاد 24 سنة. طيب حتى في الاخوان كل منهم طلع كل اخواننا الصبيين طلع الاخوان كدامين يعني ما بر... ولذلك حتى غاية النهارده لا اقول فيه الا الخير او اصمت، ولا اسمح لنفسي ولا لغيري ان يذكروا الا بالخير او يصمت. هو عمال يشتم فيه كل دول يا اخي الى نهايه ينتهى ولا يبقى الا الحق ولا تبقى الا الجماعه، الجماعه فوق الجميع. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على خدمه هذا الوطن وخدمه هذا الدين. اما كل هذا اللي انا شايفه في الشوارع انا قلت في الهوى على الهوى لعمرو موسى من البلدي تقول يا عمرو موسى على الهوى مش مثلا في مكتبي، لا على الهوى يا أستاذ الدبلوماسية العالمية هل علمتك الدبلوماسية أن من آليات الديمقراطية أن أنت تعمل زوارات في الشارع؟ وأنت بلدي يا أستاذ الحوار العالمي اللي أنت مش راضي تعمله هل علمك الحوار ده أنك أنت تحرض الناس في الشارع؟ محدش رد عليا. هؤلاء الناس كما قلت لك الفتنة لا تؤمن على حي، كل أصحاب هوى في نفوسهم. نسأل الله لهم أن يعيدوا وذكرتم الأرض وأن تعودوا إلى رشدكم. أنا ما بقول لهم حاجة أبعد ما عادوش محرم. أستاذنا في اتهامات بتتوجه زي أساتذة كبار زي الأستاذ سيد قطب وغيرهم إن هم كانوا بيسموا اللي ما يسمى مسؤولية. مين مسؤولية؟ اتهموا الهضيب بالمسؤولية واتهمونا أنا بالمسؤولية، أنا ما أعرفش المسؤولية دي. هؤلاء الناس الكذابين اللي عمالين يعني يقولوا الفكر فاكرين فاكرين إن هذا الأمر يوم يصير الإخوان ولا تحط في حديقة مين. هذه اتهامات لا قيمة لها ولا نرد عليه، خدت بال حضرتك؟ لأن الواقع يقول غير هذا. الإخوان المسلمين شامة بين الجماعات الإسلامية، خدت بال حضرتك؟ وقيمة كبيرة جدا لا نلتفت إلى هذه التفاهات. طب هل بيتم التعاون بين الإخوان وحماس في تدريب حراس الجماعة مثلا؟ هو يقال كده كنا احنا اللي مدربين حماس، ده كنت انا اللي مدرب عرفات، درفتنا اللي مدرب، ولما كان يجي هنا يضرب لتعظيم سلام وهو رئيس كبير، خد بالك؟ هم يدربونا؟ انتم خير، من اللي بيقول كده يعني خايف. هو التدريب ده يعني يحتاج
ان احنا يعني جبنا هندربهم ليه؟ هندرب الناس ليه؟ الله اعلم. طب لو كنت بتقول ليه؟ هما بيقولوا كده. ما يقول لي هل تصدق كلام فارغ؟ قال حماس هي اللي قتلت الجنود على مش يقولوا كده ربنا؟ بيقولوا هل تصدق الكلام؟ ما هو ما ربنا خلق العقل. انا بفرق بين الغش والسمين والكذب والتضليل. حماس منا ونحن منها. حماس احنا مربينهم. انت بقى حضرتك كما ربنا الاخوان في مصر. ربنا الاخوان في فلسطين. ربنا الاخوان في افغانستان. ربنا الاخوان في اوروبا. ربنا الاخوان في امريكا. ربنا الاخوان في استراليا. كل دول لنا اخواننا متربين زي متربين مصر بالضبط. احنا اللي بنربي على منهج القران على منهج حسن البنا. يعني مش هم اللي هيربونا. فنقول للناس اللي خسيتم بما كذبتم يعني ادوا كل الناس كل واحد ياخذ قدره ومكانته. بس سيدي عاوزين تاني يلا مع السلامه. قول يا اخت عاوزين عشان بس نبقى محايدين يعني يلا قول يعني. احداث امبارح مالك تعليق حضرتك بتاعت ايه؟ الشغب من الناس اللي جت عملت دوشه يسلم يسلم ما ده شعبنا 500 واحد 1000 واحد يتلفظ بألفاظ قذرة لا تليق. يبقى ده صور دول مصريين؟ لا بس خلاص انت قلت لا بقى. لا يعني هل شايف مين اللي مين اللي وراه ومين اللي موافق على الحركه دي؟ ما اعرفش مين اللي وراه. ما انا ما دام ما مسكتوش في ايدي وعرفته ما اعرفش ما اقولكيش. انما هم غوغاء لا قيمه لهم. يعني باؤوا هم ومن وراهم بالفشل. خدت بال حضرتك يعني كل اللي بيحصل ده في البلد مين اللي وراه؟ انا متاكد ان البوليس والمخابرات تعرف من وراه. ومرسي يعرف من وراه. ليه ما بتعلنوش بين الناس عشان لا لا بالعكس ده في الاعلان يكون في امر خطير في هذا الوقت. الاعلان ده يكون لما يكون في مجلس مؤسسه الدوله اكتملت في اعلان ويتم وقتها الدوله بقى تبدا تحارب. اكتملت اكتمل الدوله الان لسه ما اكتملتش. لما مجلس الشعب يكتمل يبقى الدوله اكتملت. السلطه التنفيذيه موجوده. السلطة التشريعية موجودة. السلطة القضائية موجودة. وأنا عاوز أقول حاجة. عيب الناس اللي مش فاهمة إن بتدي لنفسها ما ليس لها به حق. مرس رئيس دولة. حق نعين وزارة. حق إنه يشيل ده ويحط ده. شغله. هو بيدير إدارة. وأنا لما أكون مدير مدرسة يجي حد يتدخل فيه أشيل المدرس ده وأحط ده. هما بقى عاوزين يعملوا يشيلوا ده يحط مالك مال الوزارة. وزارة حتى تشكل رئيس دولة انت مالك البلدي ولا الثاني ولا كل اللي يقول عايزين نشكل حكومة انت مالك انت مسؤول. في مسؤول رئيس الجمهورية مسؤول بعد 4 سنين عجبه عجبه ما عجبهوش شلوه ولا ايه؟ تمام. طيب بمناسبة الانتخابات والقانون والمجلس الشعب ايه رأيك في حكم القضاء الإداري من المؤسسة؟ ولا له قيمة. هعمل له تعظيم سلام كده ولا له قيمة. ما هو مجلس الشورى والرئاسة قالوا أهلا وسهلا. حزب الحرية والعدالة قال أهلا وسهلا. ودوا القانون الثاني الدستورية يروح الدستورية آخر ما بيمطل يعني في الوقت. ما احنا عارفين ورا خليك ورا الكذاب اللي بيقول لك. في ناس بتقول ان الجماعه بتقول ان الرئيس مرسي خلف الدستور اللي هو الناس وقفت عليه من هو مطلع قانون انتخابات وقدم انتخابات وي 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 ايه رايك انا؟ نعم هي بتقول ان الرئيس خالف. فهي بقى برايي في السؤال ده لا 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 انا رد عليك. الرئيس مرسي لم يخالف قانون ولم يخالف دستور. واتحدى ان اي واحد يجيب اي حاجه لمرسي عملها مخالفه للدستور والقانون. اتحدى. استاذنا هل فعلا زي ما سعد الدين ابراهيم هل الاخوان سعوا ان هم يتخاطبوا مع امريكا او يتخاطبوا مع الغرب؟ رجع قلبنا من حته ثانيه. لا يعني الناس هي التي الناس هي التي تسعى الينا. انا كنت مرشد عام ولا واحد كان يستجري جنسيتي 6 سنوات ولا واحد من العالم ده كله يجي ناحيتي.
لأن كنت بقول لهم اللي عاوز يجيني يأتي عن درجة الخارجية المصرية. طبعا ما حد جيك. إنما لما الدين انفتحت بقى فيه حرية وبقى فيه كل واحد يجي زي ما عاوز. الخامسين كانوا بقى غلابة أوي. كل العالم قالهم. كل رؤساء العالم قول كارتر كان قاعد مكانك كده. كل الدبلوماسيين والوزراء يا مرحبا. هم جايين هم اللي جم مش احنا. طب اخر حاجه انت عندك سؤال تاني؟ لا هو مش سؤال انا ليه طلب ان حضرتك تصورنا مع حضرتك ممكن؟ معلش قبل ما نفوت تجيب تعال صورنا انت بقى تعال انا زي بس قول يلا اهلا وعناك دلوقتي في ناس سواء قليلين او كتير احنا لسه ما حددناش ان هم بيرفضوا اخوان الدوله انت مش مسجل يا ابني؟ اه مسجل اخوان الدوله او شايفين ان الدوله تتقفل هذا كلام صغير هذا كلام صغير اخوان الدوله يعني ما هو الواد اسماعيل سمتوني خليفه بيقول لي زمن الاخوان قلت له يا ابني زمن الاخوان لم ياتي بعد لما تشوف رئيس الجمهوريه من الاخوان ورئيس الحكومه من الاخوان كل الوزراء من الاخوان كل المحافظين من الاخوان كل السفراء من الاخوان كل رؤساء المدن من الاخوان يبقى ده زمن الاخوان اللي مش هيجي ابدا لان مصر 90 مليون الاخوان حبتي كده لا يمكن والاخوان حتى ما عندهاش الطاقه ولا القدره انها تغطي كل طلبات مصر فكلمه اخوان الدوله للناس كذابين يعني لما يكون لك في بين 28 محافظ خمس محافظين لما يكون لك 33 34 وزير ليكم فيها اربع خمس يبقى اخوان الاخوان دول ناس دول زي ما يمشي يشتم الاخوان وتسقط الاخوان نفس المشكله في العام هل هذا يليق؟ هل هذا يليق؟ ما دام ما يليقش حطيه تحت جزمتك. طيب يا استاذ امبارح في الناس اللي جت للتطوير وعملت امال بطاقه وشغب بقى وحاجات من دي في بنات اتضربت فين؟ بنات اتضربت ومال؟ والله لو كنت قتلتهم ورجيهم وربطتوه في السجن دي قال ايه تعمل ايه؟ قال تعمل ايه هنا؟ البنت دي كانت تشتم الاخوان؟ قال تعمل ايه؟ انا بقول لك لو انا موجود كنت ربطتهم في الجيل دي كلهم وعلقتهم يصح للرجل ان هو يمد ايده على كده؟ يمد على ايده ويغوص وهي جالي هو ممكن قلب الغلط بالغلط لا ما اعرفش ايه اللي حصل ولا ما اعرفش مين اللي ضرب ما اعرفش انما انا لو كنت عايدها من رجليها ولا ليه؟ جاي تعمل ايه هنا؟ جاي تشتم الاخوان؟ انت مين انت عشان تشتم الاخوان؟ ما تكتب زي ما انت عاوزة في اداب وفي اخلاقيات وفي قيم عشان ابلغ ما عندي انما اعمل جايب ملتوف وجايب مش عارف ايه اخوانا البوابين هنا والحراس كتر خيرهم اللي عملوا كده امانة والله بالله العظيم كنت كتبتهم كلهم بالحق وشتتهم كده ودخل الاسم هم مكتفين لما كانوا يضربوا الاخوان وخرات الاخوان شتمت الاخوان بهدلتهم طب البنت لا ليك ان تترك الاخوان وحد يرمي عليه الاحرام دخلوا هنا كسروا المكتب بتاعي هذا ليك؟ اسكتي شوف هذا امور تخريبيه ما يجي كان يجب ان انت تدينيها وتقولي هذا لا ليك ولا يمكن قبل حال هذه الاخلاق ليست اخلاق مصر ولا ابناء مصر قومي يا بنت تصوري عشان نمشي يلا قومي السفر هذول نسوان غير نسوان هم خارجين عن القانون وخارجين عن اللياقه والادب عشان نبقى نعلم محايد بس مش يعني انت معايا هقول والله ولا معايا ده ماشي فدلوقتي في ناس عدد من الشعب او من ايا كان صفهم ايه رافضين لفكره ان الاخوان يبقى ليهم سيطره كبيره عارف بتواجهوا ده ازاي؟ هقول لك انا ليس لي اللي بهذا الشعب يجيب الاخوان الشعب هو الذي يسيطر مش انا الشعب هو الذي يحدد مسار البلد مش مشكلة. الشعب هو الذي يقول والشعب هو الذي يختار والشعب الذي هو الذي يشيل ويحط مش الإخوان
كان الشعب حتى الإخوان المسلمين يبقوا مقصرين لما قاموا بعد واجبهم نحو خدمة الشعب. طب ازاي يا جماعة تتعامل مع الأصوات الرافضة دي؟ هتحاول تستقطبهم ليها؟ وشو الحكاية؟ بقول لهم بنصحهم نسمة مرحبا بهم، ما اسمهم أحرار، كل واحد حر يا بنتي، بلد الحريات. ها؟ صح. وحريات بلا سقف، ما يجي الشعب واقف كده.